مساء الخير، هنتكلم النهاردة عن موضوعين. الموضوع الأول هو الجيش المصري القديم، والموضوع الثاني المومياوات المصرية. بالنسبة للموضوع الأول، الجيش المصري، عشان نلم بصورة واضحة عنه لازم نعرف هل هو جيش نظامي ولا غير نظامي، إيه الآثار والمصادر المتوفرة عنه، إيه أهم المعلومات اللي بتعرفنا إمتى ابتدى، بيتكون من إيه، إزاي اتطور، إيه أشهر المعارك اللي هو خاضها، ايه اشهر قطه وبعض الالقاب العسكريه عنه، وفي نفس الوقت كمان الجيش المصري كيف سقط وتحول من مصريته الى مجموعه من المرتزقه في عصور لاحقه ادت الى ضعف الدوله المصريه ووقوعها فريسه للاحتلال الاجنبي. يبقى بالنسبه للموضوع ده، وانا عشان نجاوبه هناخد بعض النقاط السريعه. النقطه الاولى، هنقول ان الجيش في الاول هو كان جيش غير نظامي، كان بيتم دعوته من حاكم الإقليم، خاصة في عصور ما قبل الأسرات وما قبيل الأسرات، وكان بيسعى هذا التكوين إلى تكوين ممالك في جنوب البلاد وشمالها تسعى للوحدة التاريخية اللي تمت مع عصر الأسرة الأولى. الصلايات في الفترة دي بتمدنا بالمعلومات الوافرة عن شكل الألوية اللي كان بيمسك بها جنود الجيش، والألوية دي كانت بتتكون من شراط، خاصة ما اتخذت رمز مقدس من رموز الإقليم اللي بتنتمي ليه، لأن كل إقليم كان بيقدم الرجالة الخاصين به اللي بيكونوا فرقة من فرق الجيش. كثيرا ما ساهم الجيش المصري في العصور الباكرة في تأمين حدود مصر الشرقية، وخاصة في أعمال التحجير والتنجيم في مناجم ومحاجر شبه جزيرة سيناء، وأيضا في تأمين الصحراء الشرقية. ظل الجيش غير نظامي طول فترة عصر الدولة القديمة، وكان بيتم الدعوة له من خلال الأقاليم وحكامهم والمعابد، ولدينا سيرة القائدوني الشهيرة في عهد الملك بيبي الأول اللي بتشير إلى هذا وبتشهد على ذلك. نماذج المكتات المكتشفة في بني حسن في الجبانة الكبرى أو في مقبرة مكة رع في البر الغربي الأقصر بتمدنا بمعلومات عن شكل الجيش واعتاده. المكتة دي موجودة حاليا في متاحف شهيرة جدا، زي المتحف المصري في التحرير، متحف الحربي في قلعة الجبل أو شهيرة باسم قلعة صلاح الدين الأيوبي، عندنا متحف ملوي في محافظة المنيا، متحف النوبة في محافظة أسوان، بتورينا النماذج والمكتات دي فرق المشاة المدرعة بدراعهم وسيوفهم والبلط اللي معاهم والرماح، فرق النبالة من حاملي الأقواس والسهام، مقابر أيضا النبلاء في الجبانة العليا في بني حسن بتمدنا بمناظر عن المعارك الحربية واقتحام الحصون والأبراج اللي كانت بتستخدم في اقتحام العصور، والتدريبات العسكرية اللي كانت في الفترة الخاصة بعصر الانتقال الأول، الأسرات من 9 و10 في مقابل الأسرة 11 ما بين الصراع الإهناسي الطيبي في الوقت دون. أيضا كانت بتورينا مجموعة من التدريبات العسكرية، وصل البعض يقول إنه لو عرضنا صور التدريب بشكل متتابع هيتكون عندنا فيلم من الرسوم المتحركة، وده بيوري عظمة الفنان المصري في تجسيد التدريبات العسكرية في هذا الوقت. أيضا في عصر الأسرة ال12 انضمت الخيول للدواب المستخدمة، ده بتكشف عنه مقبرة القائد حابي جيفاي حاكم أسيوط الموجودة في منطقة كرمة في السودان من عهد الملك سنوسرت الأول. ده معناه ان الجيش المصري فيما بعد اضطر لاستخدام الجيوش، استخدام العربات الحربية والخيول في الجيش. في عصر الدولة الحديثة اصبح الجيش بيتكون من فيلقين رئيسيين، واحد في الجنوب واخر في الشمال، بيقوموا بتدريب الجنود وتزويد الحصون بالحاميات والحرس الملكي برجالته، وكمان وجود الكتبة المرافقين للفرق العسكرية. ونتيجة الاحتياجات اللي كانت في تلك الفترة الخاصة بالدولة الحديثة الأسرة 18 بعد احتلال الهكسوس لمصر، كان يجب تأمين مصر. من هنا ظهرت طبقة عسكرية كانت بتتميز بصفة اجتماعية واقتصادية هامة جدا، لأنها ابتدت تحمي مصر وتقود المعارك العسكرية، والملك يقتحها أراضي وأنواط وأوسمة نتيجة لشجاعتها. وكان يساب هؤلاء بنوط الشجاعة اللي نرى بعض مناظر توزيعه والأوسمة في مقابر العمارنة من عهد أخناتون في الأسرة 18. وكانت نوط ذبابة الشجاعة بتؤكد مثابرة الجندي أو الضابط على في الحرب،
حتى تحقيق هدف الانتصار. ايضا كان هناك قائد اعلى للجيش المصري، وكان مقره غالبا هو وولي العهد في مدينة منف حسب ما يشير العالم يورجن فون بكرات، حيث سلاح المركبات الحربية كان موجود في تلك المدينة تحت قيادة ولي العهد. أيضا كان هناك مقر للجيش وللأسطول حول ميناء برونفر في المدينة اللي كانت بتخرج منها الحملات العسكرية في عهد الملكين تحتمس الثالث وأمنحتب الثاني. ورغم اتخاذ أخناتون لعاصمته في العمارنة، إلا أن ظلت منف مقر رسمي للقيادة العامة للقوات المسلحة المصرية، وكان الملك يهب المتميزين من الجنود ومن العساكر بعض الغنائم خاصة من الأسرى الأحياء. عندنا أيضا مجموعات غير الفيالق الخاصة بالجيش المصري. الفيلقين المقسومين في الشمال والجنوب يتكونوا من أربع فرق عسكرية. تشير معركة قادش للملك رمسيس الثاني بأسمائهم، إنهم اتخذوا أسماء المعبودات رع وأمون وبتاح وست، بعدد 2000 مجند، ب20 ألف مجند، كل مجموعة منهم 5000 محارب بتنضم لفرقة بيرأسها قائد تنقسم إلى 20 فصيلة، والفصائل بتتكون من مجموعات كل مجموعة فيها 250 عسكري، والمجموعات الأصغر بتتكون من 50 محارب بيرأسهم أكبر الـ50. إذن الجيش مكون من مشاة بأسلحته بلط ودبابيس قتال وحراب وسيوف وأقواس وسهام، منهم مشاة ثقيلة مشاة خفيفة حملوا الأقواس، وأيضا منهم المدربين الدائمين ومنهم المتطوعين ومنهم المجموعات الفدائية الخاصة. كمان عندنا راكبي العربات الحربية، وكل فصيلة بتكون من قائد و25 عربة، لها رئيس بيحمل سائق وجندي، تسليحه قوس وسهام وسيف ودرع ورمح. لغاية ما دخلت الفرق الأجنبية المرتزقة من الشردنة مع على الأرجح مع الملك تحتمس الثالث. عندنا كمان قادة الجيش مشهورين قوي كويني في الأسرة الستة. عندنا شحوتي اللي قصته في اقتحام يافا زي قصة علي بابا والأربعين حرامي والزلع إلى آخره. القادة كثيرين جدا. يكفي أن نذكر أن الجيش المصري رغم قادته ورغم معاركه الشهيرة في قادش ومجده، إلا أنه مع إدخال الجنود المرتزقة الليبيين ومن بعدهم الإغريق أصبح جيش غير وطني. كان نتيجته أن الجيش المصري ضعف، وسقطت الدولة المصرية في احتلال متتالي من الفرس ثم الإسكندر والبطالمة والرومان، إلى أن أعيد للجيش المصري جنوده المصريين وأصبح جيش وطني في عهد محمد علي. هذا بخصوص الموضوع الأول. أما بالنسبة للموضوع الثاني الخاص بالمومياوات، المومياوات هي الجثامين المصرية اللي بيتم معالجتها معالجة خاصة للحفاظ عليها. المعالجة دي تطورت من استخدام الكتان والمواد الرتنجية ابتداء من الأسرة الرابعة تقريبا، وعندنا بعض بقايا لمومياوات عثر عليها في أسفل الهرم المدرج للملك جسر نثر إرخت زوسر، وأيضا في الهرم المجاور له سخم خت. ولكن المومياوات دي اللي سجلها العلماء فقدت، حاليا غير موجودة، ولدينا أقدم مومياء من عصر الأسرة الستة موجودة في متحف إمحتب في سقارة. تطورت عملية التحنيط وصناعة المومياوات عبر العصور، وكانت غالبا قاصرة على الملك والأسرة المالكة، وفيما بعد أخذت تزداد إلى أن وصلت إلى النبلاء والطبقة المتوسطة. كان بيوضع مع المومياء بين اللفائف والطيات كل ما هو من أساس ومتع جنسي للحفاظ عليها لكي تعود مرة أخرى وتدب فيها الحياة والروح وتخلد في العالم الآخر. لدينا عدة خبايا مومياوات كشفت عنها: مقبرة رقم 35 في وادي الملوك، مقبرة رقم 320 في الدير البحري، وأيضا مجموعات أخرى مدتنا بالعديد من المومياوات الملكية وغير الملكية موجودة في قاعتي المومياوات في المتحف المصري، القاعتين الأولى والثانية، وبقايا التوابيت اللي اكتشفت في خبيئة الدير البحري. أخيرا بيوضع فوق المومياء في العصر المتأخر كارتوناج، هي لوح من الخشب المرسوم عليه مناظر وصور
العالم المعبودات العالم الآخر اللي هتحمي المتوفى، وصورة المتوفى في حد ذاته اللي تطورت وأصبحت في الآخر هي وجوه الفيوم الشهيرة. شكرا.